السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحل مع بعض اليوم التذوق الأدبي والقضايا اللغوية. السؤال الأول، وضح الصورة الفنية. هي احنا كتبناها على الدفتر وبالدرس الأول حطيناها. انتساب قيادته للدوحة النبوية الشريفة شبه البيت أو شبه آل البيت بالشجرة العظيمة. هات من النص ما يتفق وقول الشاعر المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ما يوافق ذلك ما قاله الملك عبد الله الثاني: وبناء المستقبل الذي يليق بأهل العزم هو الإرادة من الأردنيين الأحرار. ماذا لكل ما يأتي؟ خاطب جلالة الملك أبناء الشعب الأردني بقوله: إخواني وأخواتي الأعزاء. يدل ذلك الذي يجمع الأردنيين هي التآخي والمحبة وتواضع القيادة الهاشمية. باء: الأردن سيبقى موئلا لكل عرب الأحرار. دلالة ذلك هو استعداد الأردن لمساعدة الآخرين. جيم: المستقبل مسؤولية الجميع، ومنهم الأم التي تربي أبنائها على الانتماء ومحبة هذا الوطن. يدل ذلك على أن الأم تربي أجيالا تغرس فيهم حب الوطن. قضايا لغوية. بعد قراءتنا للفقرة نستخرج منها خبر جملة فعلية. طبعا خبر جملة فعلية ندور على الأول على مبتدأ اسم ظاهر. كل واحد منا يعرف ويعتز بأن هذا الوطن نشأ وتأسس على رسالة الثورة العربية الكبرى. كل هي مبتدأ، وخبرها يعرف ويعتز. طبعا خبر هون هو يعرف، جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ هي كل. فعل ناقص من أخوات كان، ما في غير سيظل، هي سيظل. فعل مضارع ناقص مرفوع بالضم. فعل معتل أجوف، شو يعني أجوف؟ يعني حرف العلة يكون في وسط الفعل، ما في غير قادها، قادة هي حرف العلة في وسط الفعل، قاد الألف. اسم إشارة هذا: أعرب ما تحته خط، إعرابا تاما. الذين قدموا التضحيات، قدموا طبعا فعل وفاعل، التضحيات هي مفعول، هي التضحيات هي مفعول به منصوب بالكسرة. لأنه لماذا سبب بالكسرة؟ لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم ينصب ويجر بالكسرة. ب: ولا يمكن أن ننسى دماء شهدائنا على أسوار القدس. أن حرف نصب، ننسى هيا هون، ننسى فعل مضارع منصوب بالفتحة، أن مقدرة على الألف، مانع من ظهورها تعذر. وفي إباحة المسجد في حرف جر، باحتي هي اسم مجرور بالكسرة. المسجد هون إعرابها هون هي مضاف إلى مجرور بالكسرة. استخدم كلمة دماءهم في جملتين، مرة تكون مرفوعة والتانية تكون مجرورة، حسب ننتبه لكتابة الهمزة، مرة بالرفع ومرة بالجر. الجملة الأولى يكون مرفوعة: المسلمون دماؤهم مهدورة. المسلمون مبتدأ، دماؤهم هي الخبر، عشان هيك هنا مرفوعة بالضمة والهمزة كتبت على واو، دماؤهم. مجرورة: الشهداء رائحة المسك تخرج من دمائهم، الهمزة على نبرة لأنه هي مجرورة، من حرف جر، دمائي اسم مجرور بالكسرة، والهمزة هنا كتبت على نبرة لأنها مجرورة، دمائهم. والله يعطيكم العافية. وهيك احنا ختمنا مادة اللغة العربية كاملا. اي سؤال بواجهكم يا مس بعتولي على الجروب الخاص اللي عملناه في على الواتس.